يعطيكم العافية. الله يعافيكي. تسلمي. ما في حس بالبيت، وين الكل؟ فيروز خانم قاعدة بغرفتها وكاتيا عندها. سمر لسه نايمة؟ أنا ما بعرف. عدنان بيك رح الشغل من زمان. فهمت. بشير سيارتي جاهزة؟ جاهزة. لوين رايحة؟ بدي أشوف رنين. بدك تروحي لحالك؟ والله مراد نقع علي كتير مشان أخده معي، بس نحن نطلع مشوار بناتي. لا أنا عم أسألك مشان ما تطلعي بالسيارة لوحدك. لكن لك فكر بهالموضوع، أنا صرت عم سوق منيح. بس أنتي لساتك غرة بسواقة يا بنتي. خلي بشير يروح معك. شو في داعي عزبه؟ بيكون معك وبيساعدك. لا تشغلوا بالكم، بروح لحالي. طيب ماشي، خلي رنين تجي معك لهون بعد الظهر، زمان ما شفناها اشتقنا لها. يعني عم تقلي لي تعي بكير. فهمتيها. ماشي، يلا بخاطركم. مع السلامة. انت عم تسوقي ان شاء الله، لا تسرعي وخليكي على اليمين. الله يحفظك ويحميكي. يسلموا. انتبهي منيح. ماشي. شوفي كمان. ما في شيء. يلا بدنا الحلوان، جميلة جاي بآخر الأسبوع. أي وشك رح يضحك. ليش؟ عم تتذاكر؟ ألو، وصلتي؟ لا، دليني على الطريق مرة تانية، من وين بدي لف؟ ماشي. ماشي، وبعدين؟ الجزيرة التانية. ماشي، عرفتك. عم استناكي. يلا قلتلك جاي. Thank you.